السلام عليكم وعليكم السلام سي ابراهيم، كتبان لي كتوجد في الكسكروط للخيل ياك؟ ايه. واش الماكله اللي كتعطيو للخيل؟ هذا الخط هذا الثمن، اه المخاله، اييه، والتخليطه، اييه. ها هي فيها الذرة، فيها الفول، فيها المخاله بيب، هادشي اللي والشمندر. والشمندر ضروري، الشمندر مرطب، الشمندر مرطب والتبن مطحون. التبن مطحون، اي هذه العرفه ديال العشيه. ديال العشيه والصباح؟ هو نفس العرفه في الصباح. الصباح نفسها نيت، كتعلفوا جوج مرات في النهار، واحده في الصباح واحده في العشيه. واحده في الصباح واحده في العشيه. ايوا ديال العشيه كتكون اكثر من ديال الصباح. حيت طولوا مع هذا البرد. ومع البرد والخيل كتبغي باش تاكل. بصح والعمان بالليل والعمان دابا ديال الخيل كاين ولا ما كاينش؟ العمان دابا مع الجو، مع الجو دابا اذا كان البرد ولا شي حاجه تعفف شويه، اذا كان الجو زين وبالاخص مع الصباح عقب ما يكون كاع البرد في الصباح. ولكن كيقول لك اسمع سي ابراهيم، تيقول لك يعني هذو العوام تمشيو في هذا الحال بارد، يعني ما بحال الانسان، الانسان راه كيسمح في هذا الحال بارد. دابا بحال الانسان، الانسان اللي عام في الصباح ولا خرج في الصباح وترينا وعام تلعاود توا كذلك، هو مثال برد الصباح ما كيضرش. هاك يعني الا عوم وخلاه في الكوري غيضرو، خاصو يتريني. برد العشيه كيضر وبرد الصباح لا، اذا كان مع الصباح واخا تعومو في الصباح راه ما يخسر ليه حتى شي حاجه، ما يخسر ليه. ولكن هذا الوقت والله من الخمسه والله ما خصك تعومو الا كان البرد. تبارك الله، وانت عندك تجربه في الخيل و الحمد لله. تبارك الله، حتى هي كاينه ماشي هي. ايوا كتعشقها، ماشي دايره غير هكاك، راك كتعشقها من قلبك. عشق الخيل شي ملي كتكون تعشق الهوايه ديال الخيل وكتبغي الخيل، راه اللي في قلبك تديري مع الخيل. يمكنش ليك العود، العود كيعرفك. لا كيعرفك بانك راك كيعرفك وقت الماكله ديالو، كيعرف كيفاش تقدر تحل الباب، واخا يكون كاع هو واكل وشارب تحل الباب هو راه كيجاوب. بعض المرات واحد النهار كتجيت هنا وقفت قدام باب، يلا غتحل الباب، ماشي الباب، الكرياج، وهما يبداو يحنحنوا. سولتي قلت لك علاش؟ قلت لي راه مولفين عليا، عين فوا ندير شي حاجه كيحسوا بيا. حتى السي فيصل، سبحان الله، السي فيصل كاع كيجي مره اه وتيجي، ولكن عارفينه بانه هو راه هو اللي مكلف بهادشي. توقف الطوموبيل تسمع الطوموبيل الخير كامل كتحرك كتحرك. سبحان الله العظيم. وانا جيت دابا بالموطور وما شاف فيا حتى شي عاود. وانت ما عرفونيش. باقي بشويه بشويه ولفوا عليا. الشيء اللي كاين هو الله يطول لنا عمرك سي ابراهيم. بارك الله فيك وجزاكم الله خير من السياسي. الله يحفظك يا سي ابراهيم. تحياتي للمشاهدين. اييه مرحبا. احتراماتي للركاب، الركاب ديال الخيل. اش بغيت نصحهم مولاي الخيل في هذا الشيء ديال هذا الحال بارد في العلف ديال الخيل؟ نعم. اش بغيت نصحهم؟ يعني الماكله ديالهم وهادشي ديالهم، الماكله اللي صحيه، الماكله اللي صحيه، شويه ديال الشعير، الشعير ما يكثروش شويه الشعير عارفين، ولكن البروده دابا راه الدنيا هانيه، البروده ما يخموش دوك هي جوج كيلو ولا ثلاثه كيلو ديال الشعير، يعني ثلاثه كيلو ولا جوج ديال الشعير في النهار. بالنسبه لسمو مع التخليطه، مع سميتو، مع المخيخيله، مع الشمندر، مع التبن، راه ما كتخسر حتى شي حاجه، ما كتخسرها هذه. الحمد لله، هادشي والحمد لله. نتمناو من الله سبحانه وتعالى يعطينا ذاك وثاني ويجي كلاس كيما عاد يبان لك واحد الشوخ. اول كلاس غيبان لي في هذا الحال البارد هو اللي قاعد كنت تشوفه. رحنا دايرين واحد السقي، اييه، هذاك شويه ديال الشتاء راه الحمد لله رحنا بغينا نبداو نحشو فيه. ايوا الشيء اللي كاين دابا شحال عاود غادي تعلف بهذا الشيء اللي كاين؟ سيدي تقريبا شي 22. 22 اييه 22، ولكن راه مكثرين فيه، راه النسبه ديال العلف اكثر من الثمن. واش في راسك بان اليونسكو تفكروا مولي الخيل ردوا التوريده عالميه؟ الحمد لله، نهار سمعناها راه حنا ماشي فرحنا، احنا اللهم لك بحال عندنا عيد مولد نبوي ولا شي حاجه. الحمد لله دابا ملي عندنا بغينا نشمو ريح البارود، اييه، ما بقيناش لقيناها. بصح بغينا نشمو ريح البارود راه ما بقيناش لقيناها، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم يسر وتعسر. توحشتي الميسمار سي ابراهيم؟ انا راه شفت الوجه ديالك بان لي مرشوش بالبارود. شو والله الا شفت الوجه ديالك واحد النهار ويبان لي مرشوش بالبارود. دوك الناس الاولين اللي كانوا كيخرجوا على وجههم كيخافوش من دابا اللعب ديالك انت كدرع كتقرش فوق. كدرع وانت من الناس الاولين المعلم. الحمد لله. سبعك طاير بالبارود. الحمد لله. خلي المشاهدين يشوفوا. واخا كاع مضروب بالبارود ولا شي حاجه. ومقاتل. انا نهار تضرب البارود 7 ايام خرجت من السبيطار بغيت نشم ريح البارود بغيت نشمو. سبحان الله. سمعت واحد انا قال لك كان تضرب بالبارود ضربته مكحله فرقعت لي راسو وجات لابيلانس بغات تهزو ما خلاهمش يهزو هو شيفون على راسو وقال لهم باغي نركب فوق العود انا قال لهم باغي نتقاتل مع مولي الخيل. وراه جهاد هو جهاد تبور التوريده عليا التبور
الفلوريده حتى نكونوا جالسين السياسيين نوريك شي حركات اللي الناس راه باقا ما كتعرفهاش باقا بحال ديك الخرطه اييه واه بحال ما كديرنا بالمدره بالمدره سير وحنا مباشره في من الكارا ضيافه عند السيد فيصل الله يطول عمره والله يخلي لي الحاله الزينه ويخلي لي الخيول ديالو انسان خالق ومولوع بالخيل ومبلي بالخيل واخا ما كيركبش على الخيل عنده الخيل في الدم يعني راه كاينين الناس اللي خاص تعرفوا واحد القضيه كاينين الناس اللي مبليه بالخيل كتقدر تشري بزاف ديال الخيل علاش عزلات حشقة تشوفها وكاينين الناس ساكن اللي كيشريو الخيل وكيركبوه هما كيكونوا هما اصلا ركابه كيكونوا والديهم جدودهم ولكن كاينين الناس اللي كيعشقوا الخيل تيقول لك الهوايه ديالي بحال دابا شي واحد كيكون اي حاجه كيقول لك انا باغي الخيل باغي نشم ريحه الخيل ماشي نشم ريحه بنادم باغي نشم ريحه الخيل وكاين مسكين كيجي كيدوز النهار ديالو كامل غير مع الخيل ديالو وفرحان بهم وصراحه الدري كيفاش شرب الخير شكرا كمل لي اللي قلت لي قلت لك دابا في الركوب غير بغيتي نخليوها المره اخرى نخليوها بغيتي دابا لا بغيت كاشي وحيدها بالمدره دابا الخرطه ملي كيخرط الانسان اييه كاين اللي كاين لك داير يعنيها غير اللعب اه حركات فوق العود وصافي ولكن الخرطه ملي تيديرها راه كانت الناس الاولى اش كانت دير ملي تتخرط بحال هكا وتتهز اش كتهز كتهز الدراك المدراك ديالو كيهزو من ورا كيكون معلق وكيهزو كيدير ليه وكيدير بحال هكا اه كيدير ليه بحال ما هكا تيحطو هنا اللي تيحط المكحله بحال ما هكا اه واللي كيضرب العدو ديالو المدراك ديالو كيهزو من وراه وكيديرو قدامه بحال ما هكا اييه اللي تيقرن تيقرن كيضرب العدو ديالو عاوتاني نقولو تكفينا الخرطه يعني القلبه ملي تيقلب تيقلب اللور اييه هذاك راه تيكون هارب حركه يعني الحرب خدعة بكري كيكون غادي هارب هو عاود زعما دار هارب باش يومنو العدو ديالو ولكن في الاخر تيقلب عنده تيقلب وتيخرج تيقلب وتيخرج باور هاد التخريجه ديال اللور قلت ما بقاش عنده ما بقاش وهي كانت ولا ما كانتش كانت انا وعيت بها وانا انا الشم انا دابا حاليا دوك اللي كيدرعوا كيبان لك بالنص ديال المحرك هو شي جاي مدرع قلب اللور لا كانت دابا ما بقاش داك اللاعب ديال الدراع كيلعب ناصري كما بغات كيلحق شي من ديبار جي كارن دابا كان من قبل الثمانينات كان البارود الرومي كان رومي حب ماشي 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 غبره اييه حب هذاك كان منفس في وسط المكحله ما عمرش المكحله فرقع ودابا دابا هاد البارود اللي ولا درك كيصنصل على بعضياته اها هو اللي كيجعل هذاك الانفجار كيهرس الحديد كينفجر هذيك الساعه كان حبوب بحال دابا ذاك البارود كان في القرطاس أيه. فيه الاحمر والزرق والخضر وهذاك كان كحل كان كيجي من فرنسا دوكا ولاو يخدموه هنا لا يخدموه هنايا ولاو يخدموه هنايا هذيك الساعه كان في فرنسا كان يجيبوه كنقول لك راه ديال فرنسا البارود هذاك البارود ديال فرنسا حبوب بارود حبوب أيه. كان منفس واخا تعمر واخا دير شبر وربع السبع ما يديرك ما تفرقاش المكحله ما عمرش المكحله تفرقع والمكحل والمكحل ديال دابا هما ديال بكري المكحل ديال كاين مجهود اه كاين مجهود وكاين ما احسن اه كاين حديد وكاين دابا وكاين المسائل اللي هي داكشي قانوني مسائل كاين حديد جديد كيجيبوه الدراري من برا الجعب ديال القرطاس ديال القرطاس كيجيبوه كيركبوه ولكن اش اللي كيجعل كينفجروه هو هذاك تعمار بزاف وشجن ولا ربعة الشبورة ولا وادي الضرب هو اللي كيعلاش الضرب باش كاين اللي كتسمع المكحلة هذه سي نور الدين زريقة شكرا سي نور الدين زريقة وناس حيت السوالف شكرا اخويا الله يحفظك أسامة وخويا وتحية للناس ديال تبوريدة مولاي عبد الله وسلم لي على حسن باج ديال تبوريدة مولاي عبد الله وكمل معنا هاد الحديد الناس هادو تما تبارك الله كيتسنتوا لك ايوا سيدي مرحبا بهم وكنشكرهم سيدي والله يجازيهم دابا يمتى غتعلم في هاد الشيء السي ابراهيم دابا بالفريت ديالو ولا بلا فريت دابا واش دابا 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 هاد ابلاس دابا هادي التخليطه هذا هو تاكوس ياك هذا تاكوس وهادي الفريت هذاك الفريت ياك صافي شكرا الله صافي كملتي ولا مازال السي ابراهيم سيدي الله يجعل البركه اييه دابا بغيت تبدا بالعودات ولا نبدا بالعودات توكل على الله زيد السي زيد زيد حنا مباشره من اسطبلات السيد فيصل شوفوا معنا العودات اللي عنده تبارك الله شوف ايوا شوفوا معنا هادشي هو معنا ما تمشيوش بعيد شكرا انا اخويا نور الدين الناس حت السوالم اخويا اسامه وسلم لي على حسن الصفحه ديال التوريده مولاي عبد الله شوفوا معنا العودات تبارك الله واي شطات حشوقه جات العلف دابا زيدوا اجي انت زين عزوز مقدم عزوز الله يطول عمرك خويا بارك الله فيك كمال تحياتي لك خويا شكرا هذه التحيه لجمهور الخفاء اما خرجوا لي شوف باش عرفوا مساكن مغنيه
سبحان الله العظيم. شو العودات تبارك الله كيديرين. هذا راه كنتشارك في الكونكور، كنتشارك في الكونكور. دخلي 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 دخلي، زيدي 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 تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله. خيرات عند السيد فيصل، شوفوا معنا العودات وغتشوفوا واحد الجدعه هي غتتباع، تنوريها لكم. هي واحد الجدعه، هاد الجدعه وبريقه ديال السي ابراهيم ياك، هادي بارب سير، هادي باغا تتباع اخوانا. هاي مازال غندير لها شي فيديو غتشوفوها، هادي راه باغا تتباع بارب تبارك الله. سير سير، هادي باغا تتباع بارب. اب ديالها شكون هي السي ابراهيم؟ نعم بوها شكون هي هادي؟ فيصل ولا يقول لي. هادي ماما باغا تتباع الاخوان. كاين واحده اخرى وقيلا، كاين واحده اخرى. هاك تبارك الله. دخلتي دابا تعطيني معلف الداخل. تبارك الله على اخي، تبارك الله عليك، الله يحفظك خويا. ها كانوا كيتشمشوا هما كاملين، كيتشمشوا هذوك العودات، هذوك كل سين كيخرج الراس. اه دابا هذوك البوكسات تما فيهم خيل، هذوك هذوك راه فيهم عودات ياك، ما خارجينش. بقاو معنا اخوان تشوفوا هذه المعلومات على الخيل وعلى العودات. معنا هذا السيد، هذا مربي الخيول سي ابراهيم زرقادي، اللي كانت هنا واحد النهار الزرقادي كانت جده بنت ولد وكال. هذه بنت وكال، هذه بنت ولد وكال، هذه الاخوان بنت ولد وكال. وتشوفوا معنا مول العودات. اللهم تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. بقاو معنا تفرجوا معنا وتشوفوا معنا خيول اللي كاينه دابا عودات، وغتشوفوا معنا في حوله. ها سي ابراهيم، هذه بنت الوراق، هذه بنت الوراق، هذه بنت الوراق الاخوان. انا نكلم لك من هنا وشدو. سير صافي، انا كاليش منك. سير سير سيري، وقفين سير. اه هذه بنت الوراق الاخوان. شكون اللي كيعرف العود وراق بحال وراق؟ شكون اللي كيعرفو؟ ها هو تبارك الله، عنده خويلات زوينين تبارك الله ما شاء الله، الله يسر الامور. وها السيد سي ابراهيم هو اللي معتني بهم، هو اللي مربيهم، كابرين معاه. ورد داكشي ماشي ورد، راه ماشي جيتي غير لحقتي ودخلتي ليها، راه ورد راه باين. هو كان البقر نخليو لهم هادي. تبارك الله، اللهم بارك الله يبارك. ادخلها شي بلاصه اخرى. تبارك الله، هي بنت الوراق الاخوان هذه، تبارك الله راه عوده بمعنى الكلمه. امين اخويا ايوب، الله يطول عمرك خويا. شكرا محمد، الله يطول عمرك خويا. شكرا عبدو، الله يحفظك خويا. انت مرحماني انت واقيلا؟ لا ها لا واحد من قريب، واحد الدري تحيي الناس رحامنا، كيعرفك واحد الدري. اه سميتو عبدو ابو مريم، عبدو ابو مريم الكلام من رحامنا، تحيه لي. يكون واقيلا من الدرب عندكم اللي سميتو. مرحبا بك الوراق، تعرفوه؟ برافو عليكم، هذا ما يتساف. تحيه لنا الجزائر، مرحبا خويا هنا الجزائر. قال لك واحد السيد عندنا الخيل عليكم، قال زعما حنا عندنا الخيل زعما في الجزائر. مرحبا حنا خاوه خاوه خويا، يكون قلبك مسلم وصافي اخويا. فهمتينا خويا، من الجزائر عندي جمهور ديال الجزائر كلهم محترمين. انت اللي قلتي دابا عندنا خيل احسن منكم، سيدي عندكم خيل احسن منا، غير كون محترم وصافي. لا ما غاديش نجاوبك بهذه الطريقه هذه، حيت حنا تربينا في الخير، كابرين في الخير، واي عود يكون عندنا ولا ما يكونش عندنا ضروري كنشكروا الخيل. الخيل ديالكم وديالنا نشكروا، ما عندناش مشكل. اذا كانت عندك شي مشكل مع الخيل ديال المغرب، الله اعلم، من الجزائر كلهم كيحترموا الخيل ديال المغرب، وحنا كنحترموهم. خويا سفيان تحياتي، الله يحفظك خويا، شكرا تبارك الله. دابا تعلفهم دابا. ها هي العوده، شوفوا معنا هذه العوده هذه تبارك الله، واقفه حدا السيد هذا. واش عشق جات عندك ولا باغا تاكل؟ كتلعب بها. شو هاد العودة تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك، الله يحفظك. مرحبا خويا ايوب، الله يطول لي عمرك وشكرا. خويا الله يحفظك خويا،
انا الخيل ديال الجزائر كنحتارمهم كما كيحتارمونا، راه عندي نصف جزائري هنا كيحتارموا الصفحه وكيحتارموا ياسين وكيحتارموا مال الخيل ديال المغرب، ولكن هذا السيد شويه قال كلام ماشي ماشي، ما عمرش جزائري شتو داخل عندي وقال هذه الكلمه هذه، قال لك الخيل ديالنا احسن من الخيل ديالكم. اسيدي خيلكم زوينه كلشي ديالكم مرحبا ما كاينش مشكل، غير يكون قلبك زوين وصافي، كان قلبك خايب منك الله الله اللي غادي يخلصك. اشرف تحياتي خويا الله يحفظك خويا الله يطول عمرك. شو هذاك شي بشرف شي بشرف اش دارت لك اخويا شي؟ الحمد لله هذه زوينه تبارك الله زوينه زوينه هذه ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. عالي خويا تحيه الناس الصطاد الله يطول عمرك. محسن خويا تحياتي لك من رحامنا، تحياتي ناس رحامنا. مراد ناس تماره مرحبا اخويا مرحبا تبارك الله. ياسين الله يطول عمرك اخويا شكرا خويا. يونس الله يكبر بيك اخويا. هادي اخويا عادي عادي هادي اخويا في القارة اخويا، حنا مباشرة من القارة. هذاك الشيء اللي كاين اخويا ايوب الله يهديه وصافي، حيت انا كنشوف الجزائريين عندي انا كلهم العمارة دار صراحة كيحتارموني كيحتارمو المغاربة. هاد السيد مرحبا الله يدخلوا عليكم بالصحة والراحة اخويا. ها هو قال لك مسكين انت هذا من الجزائر، قال لك ها هو قال لك عندنا قال لك عندنا فحل اسمه بليلي. الله يسخر لك اخويا لعاب بليلي والله يحفظو لكم والله يطول لك عمر اخويا. صافي بقى على خاطرك اخويا، ما نخسروش معاك الهضره وما نقولش كلمه العيب لحق تصرا، كاينين عائلات كيتفرجوا معايا كاينين امهات كاينين وليدات، راه حنا راه محترمين روسنا وكيحترمونا العالم كامل كيحترمنا. شكرا تحيه للناس الجزائر سيدي يلاه مرحبا. اخويا طلال الله يحفظك الله يحفظك اخويا شكرا. يوسف الله يكبر بك الله يستر الامور. خويا عبد الحق شكرا. رضوان قيسر تحيه ناس قيسر اخويا الله يحفظك. نور الدين تحيه ناس جديده خويا تحياتي لك اخويا. مصطفى شكرا. سمير مرحبا بكم اخوتي تفرجوا معنا في هذا اللايف وتشوفوا معنا خيول وتشوفوا معنا كل شيء. دابا عطيتيهم ولا مازال السي ابراهيم؟ عطيتيهم ولا مازال؟ حيت كاينين عائلات كيتفرجوا هنا، كاينين امهات كاينين بنيات كاينين وليدات كاينين رجال كلشي كيتفرج. هاد الصفحه كتحترم كلشي، العالم كامل كتحترم كلشي كنحترمه كلشي كيحترمنا اللهم لك الحمد الحمد لله. مرحبا بكم خوتي مرحبا خويا عصام شكرا. خويا عصام الله يحفظك. اسماعيل الله يطول عمرك. لا ماشي رحامنا خويا الكاره دي كاينه في نواحي ديال العلوه ولا بن حمد واقيلا بن حمد معروف اخويا. جيو مرحبا بكم اخويا مرحبا بكم. دابا الدور تعطيهم بحال موكانيه. ها هو الكاسكروت ديالهم جاي الاخوان. سير دخل دخل. ها هو الكاسكروت ديالهم جاي مع الاستاذ ابراهيم. ها هو الكاسكروت معالجه معالجه. ها هو سي ابراهيم راهو كاسكروت معالجه معالجه تكون خاصو كاسكروت. هما كيدويو بعدا تا هما هما كيدويو معلم ابراهيم عادي ما يتشارك. مرحبا سيدي مرحبا سفيان اخويا انا جزائر شكرا اخويا تحيه للجميع شكرا اخويا. قلت لك كلشي كيحترمنا الجزائر كلهم كيحترموني. الا الدري اللي قال الكلمه قال لك عندنا خير احسن منكم قلت له الله يسخر لك اخويا في الجزائر مرحبا ماشي مشكل. عطيهم هاهي بنت سكينه وكتقاتل مع الخيل هاهي تعطيهم الماكله. شو شو حب الخيل عندنا في المغرب كي داير شو حب الخيل هاهي كتعطيهم الماكله. عزاز عليك الخيل دوي بنتي عزاز عليك الخيل دوي معايا تيتي هاني راك كاينين بنات كيركبوك وشي كيركب كتعشقي الخيل. عزاز عليك الخيل بارك الله عليك زيد زيد. ها هو بابا مسكين كيعطيها كاسكروط وهي كتفرق على الخيل. وعلى بنيه عزاز على الخيل. شحال من دابا شحال من دري عندنا في فيسبوك وفي الصفحه ديالي كتقول لك باغي انت ندير بحال هكا بحال هادشي باغيش انا نعطي الماكله للخيل ونكبر الخيل ونربيهم. ها هي مسكينه كتعطيهم هي الماكله بيديها باش انا نشدك لها. الله يحفظك اخويا تحياتي وتحيه للجزائر شكرا شكرا اخويا. تبارك الله انتما الحب ديال الخيل كي داير تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك. ها هو دابا بابا ها هو اللي كيفرق عليهم. كتفرز هادي قبيحه ولا شنو؟
انت كتعرفك هي ما تقدرش تدخل على شي واحد. صافي المعلم، الله يكبر بك السي منير، الله يحفظك اخويا. شكرا شكرا خويا سيمو، شكرا خويا، الله يكبر بك. تحياتي سي كمال، الله يحفظك اخويا. هو راه كيتقاتل مع الخيل، هو الابنه ديالو هي كتعطي الماكله وهو كيعطي الماكله، بجوج كيخلط لها وكيعطيها. دابا هذه ماكله مخلطه ياك؟ خلطه. شوفوا معنا شو معاك كيفاش كيعطيها التعليمات، تقول لها جي من وراها عادي راه معاك باش يعرفوا بان راه كابر مع الخيل ياك، هما دايرين فينا الثقه. كبرتي مع الخيل بنتي ياك؟ تبارك الله، باغي تعلمي تركبي على الخيل؟ ها تعلمي ان شاء الله، ضروري تعلمي. شوفوا كشي السربه ان شاء الله تولي تركبي معاها. هذا كل ما تعطيهم ياك السي ابراهيم؟ تبارك الله، مرحبا بكم خوتي، تفرجوا معنا في هذا اللايف مع السي ابراهيم مباشرة من اسطبلات السيد فيصل. تيقول لكم مرحبا بكم وتشوفوا معنا العلف. عاود قول لهم السميه ديال العلف، راه كاين يلاه دخلوا دابا يا خويا. راه كاين الشمندر، كاين النخاله، كاين التخليطه فيها الذره وفيها الفول مقرشنين، ولكن داك الشيء ديك التخليطه ديال اسمو راه مخلطينها على يدينا، راه شاريينها ومخلطينها، ماشي شارين الفول وشارينا اسمو، كل دايرين النسبه ديالو، ماشي مخلط لنا العلف شي حد ولا ياك. ونخالب بيب، شكرا سي نور الدين ونسحت السوالم، شكرا خويا الله يطول عمرك خويا. واش السؤال السالميه ياك؟ السؤال السالميه سي نور الدين. المهم نور الدين راك عزيز وغالي، شكرا اخويا، انت وبن عبد الله وابو ريان، الله عمرها دار تشوف هذوك الناس صراحه. شكرا. ان شاء الله غادي يكون البارود السي ايوب، غادي يكون ان شاء الله وغتيسر امور في 2022 باذن الله لا سخر الله. غادي عاود الزرق هذه جدعه تبارك الله. شحال عندها هذه؟ شي عام ونص؟ متعامين تبارك الله، اللهم بارك. شوفوا الخير ديال سيدي ربي تبارك الله. ها انتم الماكله اللي كيعطيهم هي هذه، معرقين شبعانين والله الا شبعانين، الله عدا عامين سكينه. شوف تبارك الله، اللهم بارك وزد في ذلك. شكرا خويا، الله يحفظك اخويا مراد. تحيه الناس دكاله خويا محمد، تحيه لك خويا رشيد السيكاس، الله يكبر بك خويا. شكرا رشيد، تحيه. هنا بلاصه في الكارا خويا، هذه في الكارا قول حتى اسطابلات ديال السيد ميلود بن جدي، ميلود السيد ميلود بن جدي معروفه فردادنا. فردادنا فردادنا جماعه، قال لك حنا فردادنا دابا، حنا فردادنا. شنو سيري هادي برقية، هادي تبارك الله اللهم بارك هادي. هاد السيد ماشي من سيد مختار؟ لا انت ماشي من سيد مختار، من بنقرير. بنقرير تحية الناس سيد مختار وتحية الناس بنقرير. سيد كتب لي قال لي تحية الناس بنقرير كنسحبو معاكم. تحية الناس الجزائر، شكرا خويا، تحياتي شكرا، مرحبا بكم، مرحبا. وهادو غيتعدو هادو خاصين بالعودات ولا بالخيل؟ هاد الشيء كامل هادو عاودتهم، كنزيدوهم شوية ديال العلف على كتزيدوهم العلف هادو؟ كنزيدوهم شوية ديال مو هادشي قادكم واحد شوية بعدا؟ لا راه شيط خير، حنا راه دابا على الصواب على الجهة بحال ما قلت راه الله يجعل، الله يجعل البركة. العادي اللي فاصه. طلع طلع حربية هذي. طلع حربية في الخدمة ديالها. بلال فين هو؟ خارج. سير. صافي انتم الاخوان كما كتشوفوا. ها العلف اللي كيعطيو للعودات. تبارك الله، اللهم بارك. شوفوا معنا هذا الشكل ديال الاجواء هذه، حنا كنقربوكم كنعطيكم اي حاجه، وانا غير خاصني نتلاقى مع شي واحد اللي يكون يعرف يهضر على الخيل، بحال دابا هذا السيد عرف يهضر وصل لي الرساله، اجا بنت السيد صافي. ما تخرجش دابا
ما تخرجش دابا كتاكل. دابا لقيت هاد السيد عطاني واحد الدرايه على الخيل، عطاني واحد السبت منه واحد شي حوايج زوينين السبت منه. انا كنبغي بحال موكاني، وعندي بزاف الناس اللي غادي نديروا ندير معهم برامج بحال موكانيه. ما غنديرش معهم هادشي ديال ان شاء الله، ما غنديرش معهم هادشي ديال الفلوغات ولا هادشي ديال سميتو، غندير معهم هادشي ديال اللايف مباشره. ما كاينش داكشي ديال عزل الكلمه اللي بغيت ولا عزل هادي اللي بغيت ولا شي حاجه مباشره، باش اللي كاينه كتحط. هادشي اللي كاين. انا غنولي دابا غنولي نتعامل مع الناس، دابا حتى كيجوني تليفونات وما بغيتش ندير هادشي ديال الفيديوهات ونعزل الكلمه اللي بغيت ونخلي اللي بغيت. لايف اللي على اللسان على القلب، اللي على القلب على اللسان، ويكون لسانك هو الجامك وجوابك في نابك. والخيل راه الخيل حنا ما كنقولوش، ما كنقولوش شي واحد اللي يعني راه اي قبال ولا شي حاجه، ما كنقولوش راه زعما غير قبال ولا شي حاجه ولا شي حاجه. حتى هو الخيل فرق ما بين غلم ما بين بقر ما بين اسمو. الخيل اللي ما كنتيش كتحبها ما تحبكش، ما تحبكش، ما كتعرفش، ما تجاوبهاش ياك نهائيا. تجاوب علاش؟ هي لا بدا عاود باغي يخرج، عاود باغي تخرج الدروج، خاصك تعرف هوايتها، تعرفها كيفاش بغيت تخرج تسخن، تسخن واحد العاوده، بغيت تخرج واحد العاوده يضرب شويه يلعب شويه، تسخن الريح شتيه بدا يعرج، شتيه ولا شي حاجه ولا شي يهرس الطاقه شويه ولا شي حاجه، وانت متبعهم وانت كذا وانت هذه حبك ليهم. الله يحفظك. حتى في الليل، في الليل سمعتي تقرقيبه ديال العاود في باب ولا شي حاجه ولا شي، خاصك تنوض، ما عرفتيش اش اللي بيه، بالك ما قلتش نوض ولا تك على تمرمغ. دابا مثلا عندك السي ابراهيم، دابا شي عاود كتشوف فيه صحيح ناضي، جي شي واحد اللحظه بغيتي تدخل عندو البوكس ولقيتي تبدل، باش كتحس فيه؟ من حركته ياك، لانه هو انت ملي كتدخل كتلقاك عاوده ولا عاود كيلقاك، كيجي عندك، كيجي عندك، ولكن ما جاش عندك وحاد راسه في الارض، يعني راه بحال بنادم كتحس بيه، بحال كتحس بيه راه مريض، تحس بيه راه محسوس. كنقولوا حنا راه محسوس، باقي يلاه محسوس، مازال تسعى يلاه لقيتي في الاول كتقول محسوس، مازال المرض ما وصلوش مزيان، ما وصلوش مزيان، يعني الا كنتي انتيليجو تعرف وجع، كتعرفو محصور من الماء، كتعرف شي حاجه، كتجيب هذيك الساعه كتجيب الدواء، كتجيب المسائل اللي هي دير، اللي هي دير داك الدواء ديال الوجع ولا دواء ديال الحصير ولا شي حاجه ولا شي بالزربه. الحمد لله. والوجع لك بطيه كاع بالزربه، بالاخص الاخوان نصيحه، الوجع الدواء راكم عارفينه بلا ما نذكرو سميتو، راكم عارفين هذيك الدواء اشنا هو ديالو، ولكن الوجع الا دابا جديد راه ما كيخصش العود شي حاجه، خليتيه طول فيه ساعتين ولا ثلاثه ولا شي حاجه، راه عندك 50% يقدر يعيش هذا العود، 50% يقدر يمشي هذا العود. خويا سي نور الدين، كيسلم عليك واحد السيد من ايطاليا، تبارك الله عليك، سلم لي على ابراهيم، تبارك الله عليه. خويا ياسين مرحبا اخويا، الناس سلموا لك من الطاليان. الله يحفظك. قول لي دابا شي عاود ضربوا الشعير باش كيتعالج؟ سميتو محمد؟ لا قلت لك العاود اللي ضربوا الشعير. العاود اللي ضربوا الشعير كيتعالج بحوايج، قلل ليه الشعير، كتحط ليه، كتجيب المعلم ينقي ليه رجليه، وكدير ليه شي حبره وكتحط رجليه في الماء بارد. شحال ومناش كيجي الشعير؟ يعني كيفاش كيضربوا الشعير هو؟ الشعير شعير جديد ولا سخون؟ حنا الاولين الوالد كيعاود ليا كيفاش كانوا كيعاملوا الشعير مع الخرق. كانوا كيفوروه ليهم. كيفوروه في الكسكاس. كيفوروه اللي يعطيوه للعود. كيفوروه عا باش كيعطيوه للعود. كيفوروه يعني كيطيبوه. كيطيبوه. اللي كيعطيوه للعود، ما كيأذيش العود. ولكن إذا جيتي تكثر العود، هو العود كنقولوا حنا العود هو الشعير. هو الشعير. إذا ما كانش العود الشعير ما عنده حتى ركبه، ما عنده. على حساب الركبة ياك. الركوب ونشاط وكل شيء. وهاد الماكلة هادي بحال دابا هادي. تبن مطحون، هذه تبن مطحون واسمو هذا علف اليوم، علف اليوم، علف اليوم، يعني بحال شنو الفائده في العود؟ العلف ديال زمان كانوا الناس بكري ما كانش، ما كانش. اسمح لي سي ابراهيم انا غادي نشرح لك، دابا الا بغيتي العود يتصان ويكون عاود شنو العلف ديالو؟ كاين الناس اللي كتقلب على هذا السؤال، كتقلب على، كتقول لك انا عاودي ما خليتش ما عطيته وباقي هو هو. بغيت انا شي حاجه اللي كتغلط الخيل. كاينين كيعطيها خويا فارينه وصبر وقلل ليه فارينه يوميا. فارينة رطبها واعطيها ليه، ولكن قلل ليه، عطيه 4 كيلو، 2 كيلو في الصباح، 2 كيلو في العشيه. تم غادي معاه بحال ما هكاك، هو راه غادي يولي ما بقاش ياكل لك هذوك 2 كيلو في الصباح و 2 كيلو في العشيه، ما ياكلهمش. رطبهم واعطيه، ولكن راه ما كيهش اللحم على يعني 3 شهور ولا شهرين، سير على مده 6 شهور ولا 6 شهور عا باش كي كيتقاد وما بقاش ينقص لك عودك، داك الشيء اللي عطيتي تفتفتي ليه به عاود. وكاين العود سبحان الله العظيم اللي عطيتيه ياكل، وكاين العود اللي تعطيه ما ياكلش بزاف. اي راه كيكون لاباس عليه، اللي صالح ولا لاباس عليه ما ياكلش.
عود من العود. أيه من العود لاباس عليه ما ياكلش. ليش؟ دابا دي مزيانه. دابا العود لا كان صالح اها كيتحد ليه الماكله ديالو ما كيبقاش ياكل بزاف. اها ولي ناقص راه كياكل بزاف. وكاين العود اللي مقض وكياكل. لا كياكل كياكل ما كياكلش اللي عندنا دوك الفيتامينات ديالو اسمه بحال الفرينه والشعير ولا الفول ولا الحمص ولا شي حاجه. الا كنتي كتعطي الفول وتعطي الحمص وتعطي المسائل البطنيه ولا المسائل قلل ليه مع شي ياكل نعطيه دلوه ديال التبن ياكلها. لكن الا عطيناه عير رابعه ديال الحمص ولا ديال الفول ولا ديال الشعير في هذاك راه ما عادش يكمل. يعني مرحبا قول لي بقات لي وحده ديال الشمندر. جبد لي الشمندر اللي حفظك. الشمندر بوحدو نعزلو عزلو شي طريف ديال الشمندر لا شويه باش يعرفوا الناس. حيت يقول لك الشمندر تيدير الكرش ولكن ما تيجريش العود. العود ما تيجريش فعلا. الناس ما تكثرش منه ما تسمعش حس الشمندر وتكثر منه. ها ما تسمعش حس الشمندر وتكثر منه. علاش ولات الناس كدير الشمندر باش العود يهز الحاله والخلاط ويدير اللحم. هو والنخاله يديروا اللحم باش يغلط. اما بالنسبه للنشاط وبالنسبه للحيويه راه الشعير ولكن قانون بالقانون. لا قديت تفوروا يا اخي فور العودك دير ليه كسكاس وفور ليه. عندك جوج خايل ولا عندك شي ثلاثه فور ليهم وعطيهم راه الدنيا هانيه راه ما يخص غير الشعير. فين هي السي ابراهيم هذيك التخليطه؟ فين هي السي ابراهيم ديك التخليطه؟ جبنا واحد شويه منها تايا تايا نعطيو الناس باش راه كاين الناس داخله دابا 700 كتفرج خصهم يعرفوا هو التخليطه. شنو الفائده ديالها ديال الخيل؟ ها هي التخليطه. اما التخليطه دابا بحال هذه ها هي النخاله بيب بحال اسميتها بحال هذه توعير الشمندر ديال اسمه ديال بيب ذاك الرقيق ديال الرقيق. وكاين الذره ها هو وكاين الفول وكاين النخاله بيب هي اللي كاينه صافي وواحد شويه ديال الشعير في وسطها وصافي هادشي اللي كاين هو هذا. شنو الفوائد ديالها هذيك حتى هي الفوائد بالنسبه لها هما هما المواد اللي صحيه فيها ها هذيك بيب هاي اسمها النخاله هذيك اسمها فصه بيب هذاك الفول. بالنسبه للفوائد ديال اسمه هذو هما هذو هما النشاط ديال الخيل ديال العود هما الذره والفول هما اللي هما اللي كينشطوا الخيل. يعني النشاط ديال الخيل الحيويه الا خرجتي عودك كيلعب الا خرجتي عودك كيشوف على حد الشوه الا خرجتي يعني حيويه في العود كيعطيوها هاد المواد هذا. وبالنسبه للنخرى واش من درك وفي هذا الحال البارد شحال كيتوردوا في النهار تقريبا؟ في هذا الحال البارد هذا على الاقل هما الماء ما خصوش في العود. صافي معلم شي ملي جاوبتينا السؤال كاين تحريفي خاصو ما يكونش خاصو ديما يكون في العود. علاش؟ غنوريك علاش. دابا بلاتي بحال دابا انا هاد الماكله راه كتنشف الا كليت واحد شويه هاد الماكله كليت واحد شويه راه كنمشي للماء كنشرب بحال بحال دابا ملي كناكلوا على كلشي شي عرس مريحين كيحطوا لنا الدجاج كناكلوه ضروري مع واحد الكاس ديال المناضه ضروري كتاكل واحد شويه ديال الدجاج ضروري كتمشي كتهبط بديك المناضه ولا الماء ولا شي حاجه. وكذلك العود راه كاين اللي كيورد مره في النهار لا ولا جوج مرات في النهار. بالنسبه لاسم راه شتي منتها كانوا هذوك العودات كلهم خارجات كيبقاو خارجات الفرينات ومن ورا المغرب ثاني ملي كنريحوا ولا شي حاجه كما كنت كتحل عليهم ثاني يخرجوا يوردوا. واش باش انا قال لك وردي اكثر ما تحل فيه كاع الماء راه ضروري للعود. الماء هو كل شيء. غنوريك غنعطيك بحال الزمان يعني دابا العود لا لا دابا العود مثلا دابا العود وردتيه دابا انت مثلا لعطيناك واحد 30 يوم وشربتيها الماء الماء يعني وما كليتيش ما تموتش حيت الماء صحي. بالنسبه للماكله الماكله الماء راه الماء قل الماء يعني الماء الا شربتي الماء ماشي هو الماكله. الماكله واخا تقعد جيعان 40 يوم والماء قل الماء راه 3 ايام خاص ضروري تاكل هي خاص ضروري الماء خاص يكون اسمع الاخوه يعني من الماء كل شيء كل شيء حيه. دابا اش بقى لك السي ابراهيم شكرا على شي نخرجوا عند الخيل برا عند الجوعه الى المحرك وداك الشيء اللي كانوا عاد مكلف ابنا هي اللي غتكلف والام ديالهم اللي عاد يعطيو لهاد البهايم هادو وحنا نمشيو لخويا يلا نمشيو نعطيوها بنيتي يلا زيد. السلام عليكم خوتي كي دايرين لاباس عليكم كلشي مزيان؟ كي جاتكم معلومات اللي استفدت واحد شويه من ديال العب ديال الخيل والماكله ديال الخيل وكيفاش كيعانيو الخيل وامالي الخيل هو السيد راه عطانا واحد نقطه مهمه كيفاش كتعلفوا كيفاش توردوا كيفاش داويو الخيل. الحمد لله ومازال غتشوفوا معنا ما تمشيوش بعيد القوره باقيين في حوله غادي نشوفهم برا دابا ان شاء الله. ومالي الخيل اللي هو ركاب يعني ومول اسمه
انت شد التليفون وانا غنجي عندك تما غادي شد التليفون نيشا ما تعاودش يديك انا غادي نمشي نهزو نجيب واحد الباربان كنت منها من جناب دابا باش نتسلي دي شارجاج التليفون سير نيشا هاد الخيط دقادق على قاد يدك العمليه ديال دابا هنايا واشوفوا معنا الحوله كاين مجدوعه وكاين العودان شوفوا معنا مولاهم كيتسمى الو يوسف واحد شويه عيط لي دير واحد اللايف يا فين كنتي انت صونيتي لقيت تليفون قطافي يلا حيد يلا سي ها غادي نبداو هي ها ما شفت سعد ابراهيم ندور عليهم نشوفوهم هانتوما تشوفوا الماكله ديالهم وكيفاش كيعطيهم فيصل هادو هما الفحوله ديالو تبارك الله اللهم بارك شوفوا معنا تبارك الله فيصل واش غادي يخرجهم ولا شي يدير غادي يخرجهم ولا شي يدير هذا ياك صافي شوفوا معنا هذا شحال عنده فيصل من عام 3 سنين هذا ولد الوراق ياك فينو وهذا هذا ولي معمر منه واقيلا ياك تبارك الله سبحان الله قال لك قبيله ابراهيم قال كيشوفوك يحسوا به سبحان الله العظيم خير كتحس سبحان الله تعرف باغي يجيب لهم ماكله ولا باغي يضحك معاهم سبحان الله العظيم تعلمتي تركب ولا مازال شويه غادي في الطريق الحمد لله دري تاو تبارك الله مبلي بالخيل ضروري شوفوا هذا تبارك الله هذا كيقصص راسو جداه تبارك الله كيقصص راسو يلا عنده 4 سنين عامين هذا عنده عامين تبارك الله انت انا قلت انا 4 سنين وعنده عامين تبارك الله مخدوم ياك ديما بحال موكاني سبحان الله العظيم ديما بحال موكاناش ديما هو ناشط تبارك الله هذيك اللقطه اللي كيدير فيها العود براسو ها راه كيدعي مع مولاه ماشي هذه اللي كيحفر برجلو الاخرى نوري لكم نوري لكم كيبقى يدير براسو ها هذه راه هنا في كيتسمى كيدعي مع مولاه هذه ها هو اللي دايره دابا ان شاء الله غادي نشوفوها الخيل الناس قدام تيقول لك لا بقى كيدعي معاك كيبقى حيل براسو بحال موكنيا راه كيدعي معاك ومربوط في الربط ديالو تبارك الله هاي شيا انا كيتسمى كيدعي مع مولا ملي كيبقى يلعب براسو بحال موك هاي تبارك الله اللهم بارك شكرا خويا حمزه الله يحفظك اخويا خويا عبد السيل خويا ياسين الله يحفظك الله يخليك لينا امين يا رب الله يحفظك اخويا مرحبا بك اخويا هذا واجب هادشي اللي كنديرو راه واجب اخويا مرحبا فاش هادو اللي بغيتي تبارك ها غنديرو لي فيديو يلا الاخوان السلام عليكم اخوان كنتو معنا مباشره من الكراق في ضيافه عند السيد فيصل تيقول لكم مرحبا بكم اي واحد صغير كبير باغي يشري باغي يشوف الخيل عزاز عليه الخيل باغي يجي يريح بحال ما كان يجيب وليداتو يريح بحال ما كان بالرد ديالاتي يشربو تيعيا ويتمتع في الخيل ويمشي معزز مكرم سمعوا الفعل اي واحد بغى يجي عند فيصل تي مرحبا به يجيب وليداتو يريح هنايا ياكل ويشرب يبرد الهويج ديالو في الخيل وفي حبه للخيل ويمشي معزز مكرم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا